ليلة القدر هي منحة الله عز وجل لأمة محمد صلى الله عليه وسلم، لأن أعمار هذه الأمة قصيرة ليست كأعمار الأمم من قبلنا، فأعطانا الله عز وجل ليلة القدر لنعبد الله عز وجل في وقت يسير، في ليلة واحدة تأتي في السنة نعبد الله عز وجل فيها، فتكون العبادة فيها أفضل وأحسن من العبادة في 1000 شهر. عن مجاهد بن جبر أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر رجلا من بني إسرائيل لبس السلاح في سبيل الله 1000 شهر، ظل يحارب في سبيل الله، فالصحابة رضي الله عنهم تعجبوا من ذلك، فأنزل الله عز وجل سورة القدر وفيها قوله تعالى: ليلة القدر خير من 1000 شهر. هذه الليلة مباركة، البركة هي الزيادة والخير والنماء، البركة في الوقت أنها خير من 1000 شهر، وبركة أيضا في العمل، وبركة في الأجر والثواب. النبي عليه الصلاة والسلام يقول: من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنب، يغفر الله عز وجل كل ذنوبك التي مضت لأنك قمت ليلة واحدة من السنة هي ليلة القدر. هذا القرآن العظيم أنزله الله عز وجل في ليلة القدر من اللوح المحفوظ إلى السماء الدنيا، أنزله جملة واحدة في هذه الليلة المباركة: إنا أنزلناه في ليلة القدر. أيضا في أوائل سورة الدخان: حاميم والكتاب المبين، إنا أنزلناه في ليلة مباركة، إنا كنا منذرين، فيها يفرق كل أمر حكيم. الملائكة تكتب في ليلة القدر ما سيحدث في العام القادم، كل شيء سيحدث في العام القادم تكتبه الملائكة في صحائفها من اللوح المحفوظ، من الحياة والموت، من الغنى والفقر، من الصحة والمرض، فلان سيموت هذا العام، فلان سيرزق هذا العام، فلان يتزوج هذا العام، تكتبه الملائكة. ففي هذه الليلة يفرق كل أمر حكيم، تقدر وتكتب الأقدار من اللوح المحفوظ إلى صحائف الملائكة. فأنت عندما تعبد الله وتصلي في هذه الليلة فاعلم أن في هذه اللحظة الملائكة تكتب ما سيحدث لك في العام القادم، فلا ينبغي أن يكون الإنسان غافلا في هذا الوقت. ندعو في ليلة القدر كثيرا ونطيل الدعاء ونقول كما علمنا النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني. مناسبة الدعاء، الدعاء مناسب جدا في هذه الليلة أن يكون دعاء بالعفو، ليس هناك أعظم من العفو، إذا أعطي العبد العافية فقد أعطي الخير كله. أمر خطير أيضا يحدث في ليلة القدر، تغيرات كونية نحن لا نشعر بها، هناك عوالم أخرى نحن لا نراها، فمن هذه العجائب التي تحدث في ليلة القدر أن هناك أعدادا لا حصر لها من الملائكة تنزل إلى الأرض، تنزل أعداد رهيبة يقودهم من؟ جبريل عليه السلام، تنزل الملائكة والروح فيها، أي جبريل عليه السلام. الملائكة في ليلة القدر أكثر من عدد الحصى، ينزلون يمرون على كل مؤمن ومؤمنة يسلمون عليهم، كما روي عن أنس رضي الله عنه: إذا كان ليلة القدر نزل جبريل في كبكبة من الملائكة يصلون ويسلمون على كل قائم أو قاعد يذكر الله تعالى. كأن الله عز وجل يقول للملائكة: أنتم قلتم عندما خلقت آدم أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء، فالآن انزلوا إلى الأرض وانظروا إلى عبادي كيف يصلون وكيف يستغفرون وكيف يدعون وكيف يقفون بين يدي. يباهي الله عز وجل بعباده الملائكة، الأرض كلها تتزين بالملائكة، وهذا كله تكريم للعابدين للساجدين في هذه الليلة المباركة. سلام هي حتى مطلع الفجر، الشياطين لا تستطيع أن تفعل شيئا في هذه الليلة، لا تستطيع أن تؤذي مسلما أو مسلمة، حفظ الله هذه الليلة من إيذاء الشياطين، سلام من الأذى، سلام من الشرور، نسأل الله عز وجل أن يجعل لنا فيها أوفر الحظ والنصيب. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم.